يا هليكوبتر اليوم نهار كامل عشوة كاملة وهي هنا تحومات. قامدو جاو باش يدوه من إيطاليا. هالكراغلة جاو يدوه من إيطاليا. شتي الاتفاقية اللي داروا مع الطليان الجزائر والطليان. سمع شو هذا يقول. يا عتاي وقيلة تبوني حوز على طهاري. ويا والله العشوة كاملة اليوم والكوبتير اسمتشو كتقلب عليه. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اين انتم يا كراغيله؟ كيف وليتوا مزيان شويه بعد هذه الصدمه ديال كاس العالم 2030؟ عرفتكم بالله، راه العافيه شعله فيكم دابا. والمروك استضاف كاس العالم، يستضاف الكان 25 ويستضاف مونديال 2030. ما يمكنش. لقجع هذاك القجع والكولاسه. والله الا الخطى الثابته ديال صاحب الجلاله والمغرب والشعب اللي غادي وراء صاحب الجلال في الخطى الثابته في الطريق الصحيح. الله يهديكم الكراغله، ديروا عقلكم. الله يهديكم. اليوم الاخوان غادي نشوفوا محاوله ترحيل مراد طهري بالهليكوبتر من ايطاليا للجزائر. الجزائر دابا راه بداو كيقلبوا كيشدوا دوك الجزائريين اللي كيبغوا يعذبوهم. راه ما دايرين والو، راه جزائريين احرار. اجي نشوفوا هذا الفيديو هذا، لكن قبل من هذا الفيديو نشوفوا الفيديو اللي صيفطوا لنا على بركه الله. اول فيديو، ولكن واش نقول لك؟ اذا ظلمك احد فلا تنتقم، بل راقب من البعيد. واش مقوله هذه ولا شعر ولا؟ اذا ظلمك احد لا تنتقم او راقبه من البعيد. بغى دابا علاش قلتيها باللغه العربيه بعدا؟ علاش انت؟ ولكن واش نقول لك؟ اذا ظلمك احد فلا تنتقم، بل راقب من البعيد. شوف الصدفه الالهيه اللي راح تجي، هو ولا المغرب ولا اي بلد. علاش جبت المغرب؟ واش مقصحكم دابا المغرب؟ جبت المغرب. يعني الا ظلمك شي واحد ما تنتقمش، غير خليه، راه الله غادي يضربه. وراه داكشي اللي وقعنا معكم، عييتوا ما تعضوا تنبحوا فينا وتنبحوا خليناكم، الله كيضربكم والله كيجازينا. كاس العالم 2025، كاس العالم 2030، كاس افريقيا 2025، ومازال العطياطي. بغينا الاولمبيات الاخوان، سي القجع، بغينا الاولمبي. انسان يكون صالح، انا بالباب هذا كاين الله ينتقم منك. حنا صابورين على فيما اخطا المغرب في هذه القضيه. سولوا دابا خصنا نسمعوا واش قال فيما اخطا المغرب. ما نقول لك ما اخطا، انت تشوف رئيس فيدراليه يحكم في رئيس افريقي، وين ما اخطاش المغرب. حبيت تقول لي حتى هنا ما فيش تلاعبات؟ في تلاعبات. كينقارنوا الملفات، كينقارنوا الملفات استاذ مغرب باش نكونوا صراحاء. يعني الملفات الشيء اللي ما حبوش يفهموه اصدقائنا المغاربه ولا احنا، هو انه من ناحيه الشعوب او من ناحيه الاستضافه، لو تستضيف الجزائر الكان او تستضيف المغرب الكان، انا بالنسبه الي نفس الشيء، لانه نفس ناري مشى فيها، ناري هذا الصحفي غادي يقجوه هنا، لانه الارضيات كلها مميزه من الطرفين. ما نتحدثوش على الكواليس، لانه في الكواليس شيء اخر، في الكواليس اللي يكون في بلاده راح يلحق الله فينا ضامنها. الان المهم انه مش حبيت نوصل لك انه هذا الصراع كله في اخر المطاف سيستفيد الطرفان. انا ليا شخصيا انا ليا شخصيا مصر تشدها ولا المغرب ولا تونس افضل من نلعبها في الكاميرون. مانيش نقول لك من الباب، علاه ما تستضيفهاش الجزائر باش تقول لي كيف؟ ماشي كيف يوسف. وهذا صاحبي هذا السنطيح هذا لحقت في عيني. شو الاخر هضره عجبتني ديال هذاك الصحافي، واخا يكون ما قالهاش من قلبه. انا تستضفها تونس ولا مصر ولا كذا، دوك جيراننا وكيهضروا بالعربيه بحالنا وكذا، احسن ما نمشي نلعب هنا في الكاميرون ولا غانا ولا بوتسوانا ولا. هذا هو المنطق. شو لحقت؟ شو على شوف خنزر فيه؟ لا ما تقوليش كيف انت ما كملش الفيديو، كون غير كمل نشوف واش قال لي. ها انت كاميرون. مانيش نقول لك من الباب، علاه ما تستضيفهاش الجزائر باش تقول لي كيف؟ ماشي كيف يوسف، انت ودي الكراغلي. دوزوا الفيديو اخر. ملك المغرب محمد السادس يعلن منح الفيفا تنظيم مونديال عام 2030 بالاجماع للملف المشترك بين اسبانيا والبرتغال والمملكه المغربيه. ها باش الشعب كيبغي الملك ديالو، ها باش صاحب الجلاله الشعب كله كيبغي. غادي بالانجازات غادي للقدام، غادي بالمغرب للقدام، والشعب راه تابعو. ها باش كيبغي الشعب ديالو. نتوما عبد المجيد شكون هادي
شفت لكم عبد المجيد خمس سنين هو في على عرش ولا على اش بزاف عليكم العرش على في رئاسه الجزائر ما دارت لعبه شفنا غير الطوابير غادي وكيزيدوا كيطول الطوابير شو الاحتفالات شو الاحتفالات في المغرب اما شي الشوارع ديال بلجيكا ولا ديال هولندا ولا شارع شوارع ديال المغرب هذا كرا غدا دابا كيشوفوا الشجر مربع هكا وداك الشيء نقي وكذا والديور وماشي دوك ماشي دوك الحيوط المصدين ديالهم كيقولوا هذا الشيء راه بلجيكا لا لا ماشي بلجيكا الو غير المغرب ها انت شفت معك احتفالات دوزوا الفيديو اخر وين هذه تونس هذه المغرب المغرب دي بكاش منها واش المغرب بكاش ما تيقوش راه دابا كيعمروهم شوف اعطيني دليل باللي المغرب هذه نعطيك دليل المغربين المغرب وقات لهم قالت لهم الجوع وما عندهم لا بوبال وعندهم تقولي لي المغرب شتي داكشي اللي كيقريوهم المغرب قالت لهم الجوع عندهم لا بوبيل وعندهم تقول لي هذه المغرب ها هو الدليل ها وين راه ها والله تقول راك في اللورو ايه شفت الله يبارك ها اين وين الفوق ما شاء الله الله ربي يزيدهم ويعطينا ان شاء الله ابو عمي تبون مازال يخدم في البلد ان شاء الله نعودوا بحالهم مهم عمي تبون او يخدم او يخدم السلام عليكم يهدر ايه هذا عمي تبون ايه هذا تبون راه لابس الكوستيم اللي دار به اللي دار به الحوار مع الصحفيين لا 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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلينا ملكنا ان شاء الله يا ودي ولي لبلادك ولي لبلادك شوف الناس ما راهي تزول وريه الناس ما بالك راني في الباب هذايا قلناش للناس هو طرا مويحن وريه استناي دقيقه يا ولي البلادك او تبون او تبون راح يجيب العدس وراح يجيب اللوبيا ما تخافيش كاع غير واحد ما نجيش حقي كلها هذه جزائريه ساكنه في المغرب كتصور لهم ما نجيش قال لها جي تاكل حقك اللوبيا والعدس طلع حقي كلها انت خلي تهلك يا ودي انا اهلكني في اللي استومانا ماذا يمكن أن نقول؟ ندوزوا الفيديو آخر ياي الكوبتر اليوم نهار كامل عشوة كاملة وهي هنا تحومات أمدو جو باش يديوهم من الطاليان هل كرغلة جو يديوهم من الطاليان شتي الاتفاقية اللي داروا مع الطاليان الجزائر والطاليان سمع شو هذا يقول يا عتاي وقيلة تبوني حوز على طهاري وياي والله العشوة كاملة اليوم والكوبتير اسمه شو كتقلب عليه هاد اللقطه دي تعجب الجزائري ما عرفتش علاش الجزائريين متحمسين باش انهم يشدوا يعذبوا صاحب هو بغى لهم مصلحته ومصلحه الشعب الجزائري ما تفهموا والو مع هادو والله اي والله ما زلت هنا عتاي ياي واحد الكوبتير عشيه كامله الا سمعتي طططط راس العاد الروس هذيك الخرده ديال الروس راه يمكن الجزائر اللي صفت اما الطاليان ما ديرش طططط شوف انا ميساج للطهاري الى حس بمضايقات تما يتجه للمغرب ولا يسبق اسبانيا ما يقدروش يديروا مع الاتفاقيات ديال التسليم هذوك اللي كيسموهم هما مجرمين اللي كنقول انا احرار لان هذا حر هذا جزائري حر بغاش الخير للشعب ديالو يا كامل تعاود العشوه كامله تعاود على دارنا زبيبي لك شي وقيل فعلها تبون عمهم تبون وقيل فعلها راح يجيبوا وعتاي راح يجيب الصيد من خرقه عتاي انا كنقول ما كانش عليا يقول لهم كاع الطليان فين كاين كون سكت ما يعرفوا كاين في فرنسا ولا بلجيكا ولا باتنا ومطلعها بالكراغلة طلعها فيهم باتنا اقوى ولايه في المنطقه
والله الا تحفه تحفه نادره الوجود. الاخوان وصلنا اخر هذا الفيديو، تحياتي لكم، ديما مغرب ولا عزاء للكراغله. السلام عليكم.